انا دلوقتي هعمل استرتش للبايسبس مصر او للفلكسورز، اسمه فلكسورز عامه يعني. طبعا الالبو فلكسور انت عملها استرتش لازم اكتر من بوزيشن، مره من سوبيشن، مره من برونيشن، مره من ميد بوزيشن. طبعا ايديا مثبته ايه بروكسيمال بارت اللي هو الشولدر، لان لو ما ثبتتش وجيت اعمل استرتش لاقي كتفه ايه هو في شورت، تلاقي الكتف ارتفع معاك كده لفوق، فلازم تثبته عشان تثبت الاوريجن، تبعد الانسرشن عن الاوريجن. ده في الاسترتش العام او البس استرتشنج العادي. واحنا قلنا البس استرتش يقول لك مدته قد ايه؟ 30 ثانيه، اشد واسبر كده 30 ثانيه. الفضل عيان مش مستجيب مع البس استرتش، بالعكس ده عمال يقاومك بيشد بدراعه وبيصرخ منك. هتجيب اثنين ثلاثه يمسكوا معاك وقالوا شدوا؟ لا الموضوع بسيط خالص. في ثلاثه تكنيكس ممكن نطبقهم. اول تكنيك انا بفرد دراعه اهو، لقيت ليميت اقول له كونتراكت ريح، كونتراكت ريلاكس، كونتراكت ريلاكس، قوم فرد دراعه. انا بعتمد على التكنيك ده انه بعد الكونتراكشن اوف ذا ماسل ايزومتريك، يعني هنا انا ما عملتش ايزوتونيك، ما عملتش كونسنتريك، انا عملت ايزومتريك كونتراكشن عند مكان الليمت. بعد الايزومتريك كونتراكشن يحصل از فولود باي ايه؟ ريلاكسيشن في ماسل، وده اللي انا عايزه من غير اي حاجه. كونتراكت ريح، كونتراكت ريح، كونتراكت ريح، ما عملتش اي حاجه غير ان هو يعمل كونتراكشن وبقول له ريح ريلاكس. ده اسمه كونتراكت ريلاكس تكنيك. التكنيك الثاني طبعا ممكن اعمله على كل الرينج، رينج زاد اقوم اقول له كونتراكت ريح، كونتراكت ريلاكس، لغايه لما اوصل اخلص الرينج كله. طيب في تكنيك ثاني؟ اه في تكنيك ثاني. التكنيك الثاني اقول له ايه؟ كونتراكت هولد 10 ثواني، 10 ثواني هولد ريح، واقوم عامل استرتش. يقول لي انا حاسس بشد، اقوم واقف اقول له كونتراكت هولد 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 ريح وعامل استرتش. يلا ضايقتني هولد 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 كده انا مصالح على حاجه. المصل في بدايه الكونتراكشن حتى الايزومتريك doesn't develop tension، الماكسيمم تنشن في الاول building up tension. فكل ما تعمل هولد ال 10 ثواني دول كافيه او يعني اعتقد تديفلوب ايه هاي تنشن شويه او تقرب من ماكسيمم تنشن او ماكسيمم كونتراكشن which is followed by maximum relaxation. ده اللي بيحصل في المصر. طيب التكنيك الثالث هو ميكس التكنيك الاول والتكنيك الثاني. انا هعمل استرتش برضه للفليكسورز. يا دكتور طب ممكن تحصل ريلاكس الاول سيشن على طول؟ ممكن. ما انا بقول لحضرتك انت مش متصور لما تطبق التكنيكس دي بتجيب نتائج فوريه مع الحالات. اذا كانت المشكله من مصر. ولكن في حاجه في الجوينت، في تكنيكس ثانيه بنعملها، وسائل ثانيه بنعملها ان شاء الله في الترم الثاني هنقول لك حاجات ثانيه عشان نكسر بيها الادهيجنز عشان نزود بيها الجلايدنج بتاع الجوينت والاكسسوار موشن بتاعت الجوينت. ده هنقولها في الترم الثاني ان شاء الله. انما لما تكون المشكله اصلا من مصر وتعمل التكنيكس دي نتائجها ممتازه وشبه فوريه مع الحالات اللي زي دي. طيب التكنيك الثالث اللي هو ايه؟ هولد كونتراكت ريلاكس تكنيك. يبقى ايه؟ هولد هولد يعني ايه؟ ادي في اول الليمت. يلا هولد هو هو ريح. جيت عند الميد رينج اللي هو بتاع الليمتد رينج، ريح معايا. جيت عند اخر قبل اخر الرينج او في الميد رينج لقيته وقف، اقول له كونتراكت ريح، كونتراكت ريح، كونتراكت ريح وريلاكس. اسمه ايه؟ هولد كونتراكت ريلاكس تكنيك. وصلت الصوره؟ وصلت؟ تايه مني ولا حاجه؟ طيب الراجل لما طلع من كاست لقينا عنده ليميت في الاكستنشن والفليكشن، يعني عنده شورتنينج فين؟ في الفليكسوس. انا عملنا له استرتش الفليكسوس، نعمل استرتش بقى للاكستنسوس سهله دي. اجي اتميل دراعه لحظه كده، اجي اتميل دراعه الاقي ايه؟ ليميتد، مش قادر اتميل دراعه، في بارير. فبقول له ايه؟ افرد ريح ريح،
كونتراكت بس كونتراكت ريلاكس يعني افرد ريح افرد ريح وقوم بزود الريح ده كونتراكت ريلاكس والاكستنسورز. طب التكنيك الثاني انتوا تقولوا لي بقى يلا هون 10 ثواني هون 10 ثواني ريح قوم بزود الريح يلا افرد تاني عشان مش عارف اجيب ريفلكشن هولد 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 ريح افرد تاني هولد 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 ريح اجيب معاه الرينج بتاعي. التكنيك التالت هولد كونتراكت ريلاكس يلا جيت ابني دراعه لقيته ليميتد مش قادر ابني دراعه قوم اقول له ايه افرد دراعك هولد زق ضيق هولد 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 ريح جيت عند الميرد رينج لقيته ليميتد قلت له كونتراكت كونتراكت ريلاكس كونتراكت ريلاكس كونتراكت ريلاكس انا بدي ريزيستنس للاكستنسورز يا جماعه انا بعمل ستريتش للايه؟ للاكستنسورز يبقى ادي ريزيستنس لمين؟ للاكستنسورز. كان سؤالك جميل جدا انت كده بنعمل سترينس ولا لا؟ سترينسنج اكسرسايزز من اول الرينج لاخر الرينج مش بنعمل ستريتش وندمجه مع الريزيستنس. لما تلاقي ستريتش مدموج مع الريزيستنس يبقى انت كده بتعمل ايه؟ مصر رينج تكنيك. بتعمل ايه؟ مصر رينج تكنيك. طب احنا كده خلصنا.